السلام عليكم مرة أخرى. إذا من بعد ما شفتوا معنا منطقة سيدي عياش، احنا الآن في الدخلة ديال مدينة القنيطرة، وكنفوتوا نيميرو 9 كنلقاو هاد ستاسيون جديد، واحد ستاسيون راه ولا جديد في الدخلة ديال كتفوت غير البراج ديال البوليس كتلقاو واحد ستاسيون على يدكم اليمين. إذا غنحاولوا ندخلوا من هنا هاد الشارع ديال دخلة العصام، ونحاولوا نشوفوا الطريق من ناحيه الباب فاسي ان شاء الله، لان كاين شي حويجات زادوا هنا في هذا الطريق هذه. هنا راه كاين تحديد السرعه غير 60، زعما خصوش يفوت 60 في هاد البلاصه هادي. كتشوفوا معايا هاد الاشارات الضوئيه، يلاه جداد عاد داروهم. هنا الوزين ديال دانون معروف اللي في الدخله. هنا بالضبط حدا الوزين ديال دانون، ملي يوصل الانسان هنا حدا الوزين ديال دانون يحضي راسو شويه، راه كاين هنا رادار اكس هاد جداد من هاد الماركه الجداد، ملي الانسان يوصل هنا يحاول ما يهضرش في التليفون، ما يمشيش بسرعه، ما يضوبلش. وهنا كاين يعني الشقق ديال الضوحة، هنا كاين هاد السوسيتي اللي كتبيع داكشي ديال لي تراكس. هنا الشطر الثاني ديال الضوحة هو كيتبنى. هنا الاصلاح اللي دالو، هنا كنلقاو لا ميزو ديال الفور ديال نيسان. مازال الاصلاحات هنا. هنا كاين المركز التجاري اتقدم، ها هو في الدخله ديال القنيطرة. هذا اوتيل العصام، وهذا اتقداو، وأورفاس معاه كاين ديك الشقق. هنا لاميزي ديال رونو ها هو خرج هنا ديال طاسيا، أورفاس مع فندق العصام. شي كامل غير في الدخلة ديال القنيطرة، مازال ما وصلناش القنيطرة. هنا ستاسيون افريقيا، واحد الوقت راه كان غير هاد ستاسيون افريقيا، من ستاسيون افريقيا من اللي كتلقى والو. هنا كان الوزين ديال لياجور، الى عقلتو معايا كان الوزين ديال لياجور هنايا، هو حيدوه. هنا هاد الرون بوان، مكانتش هنا رون بوان. هنا خلاص هاد الوزين تاهو راه قديم، هنا وزين ديال الزليج. وكاين هاد المشروع الرائع اللي عطى صراحة واحد الجمالية، واحد الإضافة لمدينة القنيطرة، وهاد الاوتيل اللي كاين في الدخله ديال مدينه القنيطره. مباشره كتدخل كتلقى اوتيل مصنف، اوتيل 5 اطوال.
كان في الدخله ديال القنيطره كنلقاو هذا الاوتيل. الاوتيل صراحه اللي عطى واحد الجماليه لمدينه القنيطره، واحد الاضافه لمدينه القنيطره. هذا الاوتيل ها هو هنا في الدخله، انا نحاول نوري لكم. اوتيل مصنف اوتيل 5 إطوال، وهذا وحده واحد لابيسين تابع لنفس الاوتيل. وهاد الاوتيل فراس راه دابا راه خدام، لان كاين بزاف ديال الاخوان اللي هادي مده ما دخلوش لمدينه القنيطره، يعني الناس الاخوان اللي كاين في ديار المهجر راه جا في الدخله ديال القنيطره. ان شاء الله الاخوان نتمنى انه الله سبحانه وتعالى يرفع علينا هذا الوباء والجاليه تجي لمدينه القنيطره يكتشفوا هذا الشيء اللي تزاد في مدينه القنيطره. صراحه راه كاين المفاجات في مدينه القنيطره، بزاف ديال الحوايج تزادوا. اذا اخواني ما نطولش عليكم، تهلاو ليا فراسكم وتحياتي لكم، وان شاء الله ننتظرونا في فيديو اخر ان شاء الله قريبا في مدينه اخرى او منطقه اخرى، سواء مدينه او قريه او فيلاج. اذا تحياتي لكم، لان الفيديو دابا ما يبانلكوش مزيان، كاين ديك الاشعه ديال الشمس ضاربه ما يبانلكوش مزيان. تحياتي لكم وتهلاو ليا فراسكم ومع السلامه.